السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ايه هو البيم ستاندرد او البيم كود. لو احنا فاكرين المركز القومي للبحوث مطلع كتب قيمة جدا للكود، مثلا معماري انشائي كهروميكانيكال، بحيث ان لو واحد شغال في المجال وعايز يشوف المسافة تبقى قد ايه فيقدر يرجع للكود دوت وهو الزامي، بحيث ان انت لو خالفت الكود دوت ممكن ما تاخدش ترخيص. وفي بعض الحاجات ما بتبقاش الزامي، تمام، بتبقى بس ايه، بتسهل عليك الشغل، بتديك خلاصة التجارب العملية لناس اكاديميين وناس عمليين شغالة في المجال، فبتقولك والله لو خليت الرقم كذا يبقى ده انسب. على سبيل المثال مثلا يقولك ان المسافة من ابعد باب عن السلالم لازم ما تزيدش عن 15 متر، لو زدت عن كده يبقى انت محتاج تعمل سلم جديد، لان هم شافوا ساعة الحريق الوقت اللي بيقضيه الراجل لحد ما يوصل هناك بياخد وقت قد ايه، فحسبوا المسافة دي. فهي الفكرة في الكود ان هو بيسهل لك الشغل، في حاجة بتبقى زمان وحاجة مش زمان. فالاكواد بتاعت البيم بتسهل عليك الشغل، في كود سنافوري بريطاني امريكي هولندي وهكذا، فانت بتمسك الكود فبتلاقي ان هو يقول لك احنا جربنا وشفنا مثلا ان انسب طريقه للشغل مثلا ان انت تشغل ملف غير الملف اللي انت مشاره مع الناس، دي مثلا معلومه كويسه. اسامي اللير تبقى كذا، تخيل ان انت مثلا شغال كل واحد بيسمي لير على اسمه او بيسمي الملف مثلا على اسمه، ده اللي عامله اكس وده اللي عامله واي او سمي نيو فايل، فبتلاقي في لخبطه كتيره جدا، بتلاقي نفسك بتضيع وقت في ان انت مش عارف فين الملف اللي انا شغال عليه، تمام. انما لما تكون ماشي بستاندرد وكود، تمام، حتى لو في غلطه بس كلنا ملتزمين بيها خلاص، هتبقى احسن بكتير ان احنا بشغالين من غير كود وشغالين كده بسبب يعني بالسهلاله وحاجات زي كده. فهو يعني حتى اغلب الدورات والكورسات بتشرح موضوع الكود دوت بتوسع، بحيث ان انت بتشوف تجارب عمليه بدل ما تقعد تجرب مره وبعد كده المشروع التاني تجرب حاجه تانية والمشروع اللي بعديه تجرب حاجه ثالثه، فتلاقي نفسك بتضيع وقت. لا، هو بيقولك احنا عملنا التجارب كلها وشفنا الناس الطريقه ديت، ولو التزمت بيها هتوفر وقت، تمام. وفي برضو اسطوانه شرح مع مركز نقاط شرح برضو بعض الاكواد، واتمنى ان شاء الله تكون كويسه باذن الله.